شهيد لمين؟ للرئيس محمد مرسي طبعا لانه هو الحارس الامين على البلد والمفروض يحقن الدماء دي وكفايه خساره الشباب اللي بيضيع ودم الشباب ده حرام 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 اطالب بايه؟ انه ربنا ينتقم من الظلمه بطلب انه ربنا ينتقم من الظلمه هو عليم وخبير بالعباد هو البصير هو الحكم العدل وربنا ينتقم <applause> اخر حاجه بيحمل المسؤوليه للرئيس محمد مرسي بصفته رئيس رئيس الجمهوريه ومسؤول عن كل المصريين وليست مسؤول عن حزب الحريه والعداله فقط وليست مسؤول عن الاخوان المسلمين محمد مزيد محمد خصاج وصديق المرحوم الشهيد باذن الله تعالى الحسين ابو ضيف احد ابطال الثوره والمستمر في ثورته والذي سوف نسير على نهجه في ثورتنا واحنا بنقول احنا مش فلول انما ارادوا ان يقولوا ارادوا أن ارادوا به حق الشهيد توجهه ناصري اسيري ولكنه في ثوره 25 يناير كان زي كل المصريين ركن الاجندات ركن التوجهات زي ما ركننا كلنا زي ما كانوا هم معانا في الميدان ثم انقلبوا علينا اصبحوا هم الصوار ونحن الفلول بقول لا الشهيد كان سائر ولم يكن يوما ما ينضم الى جماعه الاخوان المسلمين هي مخليكم دلوقتي الخصاص العادل مطالبنا من النائب العام ان هو يبدا يحرك القضيه خاصه أن هناك هناك معطيات هناك ادله هناك شهود الشيء الاخر لا يصح ان يكون قصر الاتحاديه هو باب زويله يضرب على ويستجوب ويتم تفتيشهم الثوار على بابه وهذه مسؤولية الرئيس محمد مرسي شخصيا إما إذا كان مكتب الإرشاد يريد تصفيته سياسيا فليست على حساب أبناء من الصور وليست على حساب من الشهداء خلافاتهم داخل الجماعة أو داخل الحزب يجب أن لا تصعد لأن تكون بالصالح الدماء على الدماء الشهداء